أكد رئيس الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي حرص الجزائر على حل الأزمات في إطار مقاربة سلمية تنبذ العنف والتدخلات الخارجية. جاء ذلك خلال محادثات جمعت بوغالي برئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف في طهران، تناولت عددا من القضايا الراهنة وجوانب من التعاون بين البلدين. بيان عن المجلس الشعبي الوطني في الجزائر نقل عن بوغالي تأكيده حرص الجزائر على الدفاع عن القضايا العادلة وحشد الدعم لنصرتها، كما هي الحال بالنسبة للقضيتين الفلسطينية والصحراوية.